دراغون فروت أو فاكهة التنين أو ثمرة التنين أو بيتاتيا أو بيتاهيا، كل هذه الأسماء لفاكهة تعتبر من أغلى الفواكه على مستوى العالم. فدعونا نتعرف عن الثمرة الأغلى في العالم. الدراغون فروت موطنه الأصلي المكسيك وأمريكا الوسطى، لكنه أصبح يزرع في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا، تايوان، فيتنام والعديد من الدول. وكما نعلم دائما تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحاصيل الواعدة ذات الكفاءة العالية في الاستهلاك المائي بالتركيبة المحصولية لمناطق المملكة العربية السعودية حفظها الله. ثمرة الدراغون فروت تحتوي على العديد من العناصر الهامة المضادة للأكسدة والبكتيريا، مما يعمل على تقليل الإصابة بمرض السرطان. كما أن تلك العناصر تعمل على تعزيز الجهاز المناعي وتدعيمه في ظل ما يتعرض له من فيروسات وبكتيريا ضارة، وذلك لاحتوائها على فيتامين جيم. كما تساعد تلك العناصر في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتنظيم نسبة السكر في الدم. لم تنتهي فوائد ثمرة التنين بعد، فسيقانها تستخدم كعلاج لمرضى السكري والتئام الجروح، كما أنها تقي من أمراض الدم والأوعية المختلفة. وإذا نظرنا للجدول الموضح نجد أن ثمرة التنين تحتوي على ماء وبروتين ودهون وكربوهيدرات وألياف وفيتامين B1 وB3 وفيتامين C وحديد وكالسيوم وفسفور. تعالوا ننظر على الجانب الاقتصادي لهذه الثمرة المدهشة. يتم تناول ثمرة التنين كفاكهة طازجة، كما يمكن أن تقدم مجففة، كذلك تدخل في صناعة الآيس كريم، العصائر، المربى وأيضا المعجنات. كما يمكن تناول برعوم الزهر كخضروات، كذلك من الممكن استخراج الشاي منه عن طريق النقع في الماء المغلي، وكذلك يستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية لمكافحة الشيخوخة وتخليق الكولاجين الهام للبشرة. هل علمتم لماذا تعتبر هذه الفاكهة من أغلى الفواكه على مستوى العالم؟